ايوه هلا والله بالاسياد، مقطع جديد وردة فعل جديدة، واليوم ان شاء الله عندنا مقطع نشوف فيه لقطات للسلاح الجديد وايضا لقطات مضحكة ولقطات خرافية. فقبل ما نبتدي لايكاتكم لعمكم وارسلوا لي اي مقطع حابين اني اشوفه. ليتس جو، خلينا نشوف. فهذا عنوان المقطع اللي راح نشوفه ان شاء الله اليوم مع بعض. بس قبل ما ابتدي ابي رايكم بالسلاح الجديد اللي جربه، اكتب تحت عجيب، خرافي، اسطوري، سيء، اللي تبي. المهم خلينا نبتدي على طول، يلا نبتدي. اوه السلاح الجديد في ايده، السلاح الجديد في ايده. خلينا نرفع الصوت. نو هوم بوي، نو برو. اوه الزومبي متجمعين عليه. هذه مصيبه الشباب الزومبي. اوكي هذه مشكله الزومبي، يكسرون البيس اللي انت موجود فيه. قاعد يشرب درع. قاتل 10 في الجيم، حلو والله. قاتل 10 وقاتل 22 زومبي. وش بيسوي؟ اوه ذس جيم از اد. اوه تورط تورط يا شباب. والله موته غبي. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا في البلاي جراوند. كم سكار يا ساتر. اللعبه ما علقت، والله غريبه اللعبه ما علقت. اوه طاح فوق راسه وذبحه. في واحد فوق عطاه كم طلقه. فنش 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 يا حبيبي الفرد الجديد. والله كانه ماجنوم صاير، يشبه الماجنوم. اوه 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 كم طلقه يطلق. خلص عليه، شكله في حق غير. ريلود نينجا، وش راح يسوي ازيد؟ خلونا نشوف لقطات جديد، لقطات للسلاح. ابى اشوف. كم طلقه يطلق ورا بعض، والله طلقات كثيره. او لا تطيح بس. واحد تحت يطلق طلقات كثيرة ورا بعض، طلقات كثيرة. الموت 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 الموت. ما طلق ما طلق. اوه خلص عليه. غريبة ليش السنايبر حقه ما طلق، لأنه كان راح يصيده. كم وهذا كيف عنده 900 طلقة؟ 900 طلقة يا شباب كان عنده. نفس الشخص، واحد جاينا. والله شكل السلاح قوي، اللي اشوفه السلاح قوي. فنشوهم فنشوهم بس فنشوهم. لحد الحين يا شباب اللي قاعد اشوفه ان السلاح قوي، انا جربته تجربه بسيطه بس ما اتذكر انه يطلق طلقات هالكثر. اوه اوه رشاش، هذا رشاش، كأن رشاش طلقات لما تطلق ورا بعض. للأمانة موضوع الزومبي، المود اللي فيه الزومبي صاير مخلي اللعب زحمة. اللعب صاير انت تركز على اللي ضدك، ولا تركز على الزومبي، ولا تركز على مين بالضبط. هل انا ابوي شوف ايش كبره. هذا ذهبي. البوي يفيد معاه، اتوقع يفيد بما ان ما الرصاص حق البوي ما يخلص فيفيد. ليش قاعد يكسر؟ والله مو منطقي انه قاعد يكسر البيس، ليش؟ يلا خلص عليه. اولا طلع اشياء خرافيه ترى. نرجع لنينجا، نرجع لنينجا. وكالعاره يطير كالعاره يطير كالعاره يطير. لا تقول لا تقول لا تقول. اوه ما حد مات، حرام. الله كيف اللي بعده واللي بعده. الموت 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 الموت. من اللي حط الفخ؟ من اللي حط الفخ؟ شباب من اللي حط الفخ؟ من اللي حط الفخ؟ نينجا؟ اي والله نينجا. حط فخ بس ذاك ما مات، ترى ما ذبح احد. على باله ذبح ذاك. واو واو. حتى ما استوعبت اللقطة يا شباب. لا وين من اتومن 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 اتومن. لا 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 الحين لازم اعيد، الحين
لازم اعيد. يا ساتر. زين اللي بعده اللي بعده كيف ذبحته؟ واو واو جلد. في واحد تحت. ايوه عليك. كل اسطوري وما في اي ردة فعل من اللي ذبح. ما في ردة فعل اللي ذبح. هذه ردة الفعل لما تذبح واحد. في ردة فعل مو تذبح واحد وقول ابي كم فاير. سهبل. شوفوا يا شباب يا حبيبي. اوه حرام 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 انه مات. صاده صار الضار بس ما مات. قاعد يهجم على واحد من لا ذبحها يا شباب. هاي لقطة ثالثة يمكن ذي لقطة ثالثة. اي من هني شوفوا هذا هو طبعا كان عند السنايبر بس ما بينوا لنا اللقطة بشكل واضح. بس المهم انه ذبحها لانه قاعد يعرضها من اللي عارف. ما تعرف ذبحها ولا لا. المهم بينزل وين. شوفوا الزحمة يا شباب. شوفوا الزحمة. اوه خلص على الجيم اللي بعده. في واحد بعيد. اوه ماي جاد نو واي كليب ات. اوف نفس الشخص. وش بيسوي؟ طبعا ما تقدر تطير. اوه ماي جاد. اوكي الثاني ما ادري ذبحه ولا لا. ما خلونا نشوف. هجم عليه وشاله. هجم عليه وشاله. ابي رايكم بعد في حركه انك اذا نطيت من مكان عالي ما تموت على طول. تقدر تفتح الباراشوت. ابي رايكم في الموضوع. هل عجبكم ولا؟ عن نفسي ما احسه اوكي. احسه حركه غبيه صراحه. مع ان اتوقع فتره بيشيلونها ما بيخلونها مستحيل. اوه جو زومبي جو زومبي. والله زحمه والله زحمه والله زحمه والله زحمه والله زحمه. زحمه يا شباب ما يمديك تتنفس. اوه والله هجم عليه. الموت 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 الموت. شو يسوي؟ جاب المركز الثاني بسوي هالشيء الغبي. والله حرام انه يخسر بهالطريقه. والله حرام. بكسرها. اوه رقصهم. نينجا وقاعد يرقص معاهم. الموت الموت الموت. خلص عليهم. اوه وراه والحين ورا الوحوش. الحين ورا الزومبي. والله ورطه والله ورطه والله ورطه. اذا نينجا مو قادر يتاقلم مع الموضوع كيف الناس العاديين؟ زحمه 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 زحمه. اللعب هذا وش قاعد يعيد؟ قاعد يعيد شيء زين. وش اللقطة اللي براوينا اياها؟ خلونا نشوف يا شباب. يلا عاد وينها؟ في واحد بيجي لها الصندوق. يلا 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 اوكي دخل. اوه شفتوه وين قاعد؟ حتى كان مختفي ما يبان. اذا هو ما يشوف نفسه كيف بيشوف كيف الخصم بيشوفه؟ وش صار؟ وش صار بالضبط؟ ما ادري ايش صار بالضبط. اللي فهم يكتب لي. بنى مثلثات ودخل داخل.
هاي حركة علشان ما يعرف الخصم في أي مثلث هو. كل اسطوري. فهذا مقطعنا بشكل كامل يا شباب، اتمنى عجبكم المقطع، اتمنى كلكم تضغطوا زر لايك وتشتركون في القناه اذا كنتم مشتركين، ترسلون لي اي مقطع حابيني اشوفه، وايضا نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس هذا الوقت، ولا تنسوا تشتركون في القناه الثانيه، الرابط موجود تحت بالدسكربشن. نشوفكم على خير ومع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن الجيش الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة.